والخدمات، يعني ازاي الحكومة تمشي بشكل موازي مع هذه الشائعات حتى يشعر المواطن في النهاية أنها مجرد أحاديث لا أساس لها من الصحة؟ اتخاذ موقف ضد من يتلاعب بالفعل بأسعار السلع والخدمات الرئيسية، وأيضا ما يخص منظومة الخبز لأنها طالتها الشائعات بأنها سوف يتم إلغائها، مع تأكيد وزارة التموين أنها وفرت ما لا يقل عن 12 مليار جنيه كان يتم إهدارها من قبل. نحتاج إلى أن تعيد وتتلاحم مع كافة الأجهزة لحل المشاكل الخاصة بالمنظومة التي بالفعل هناك مشاكل لدى المواطن يمكن أن تتسبب في اهتزاز الثقة فيما يخص منظومة الخبز، وسوف يستخدمها المغرضون في هز هذه الثقة والتلاعب بها. نعيد ونكرر، لابد من أن تجد وزارة التموين حلا للمشاكل التكنولوجية الخاصة بمنظومة الخبز. نعم، دائما وأبدا بنؤكد على هذه النقطة. خلينا نروح لموضوع آخر، ونحن على مشارف استقبال نتيجة الثانوية العامة، هناك خبر من الصفحة الثانية بيتحدث حول هذا الموضوع. بنقرأ تصريحات لوزير التعليم العالي بيقول فيها ضوابط جديدة للقبول بالتعليم العالي وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة، مد الفترة المقررة لسحب استمارات القدرات لطلاب الثانوية العامة يوما إضافيا لتنتهي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو. يعني عايزين نعرف من حضرتك ايه هي طبيعة الضوابط الجديدة للقبول بالتعليم العالي، يعني خصوصا انه مع بالتواكب مع تسريبات الثانوية العامة. لا يمكن ان يكون هناك ضوابط في ظل انحراف مسار في امتحانات الثانوية العامة وتسريبات بما لا يدع فرصة لذوي القدرات الخاصة والمتفوقين بحق أن ينالوا حقهم. أصبح هناك حالة من عدم التوازن في الحصول على الدرجات، لأنها بتعتبر هي المقياس للالتحاق بالجامعة، وهي المقياس للالتحاق بكليات القمة، وهي المقياس للتقدم فيما بعد ومن يشغل المناصب المتميزة والقيادية في الدولة، أنه كان من بين المتفوقين في الثانوية العامة، وسوف يصل إلى ما أبعد من ذلك أيضا بالغش، لأنه وصل لمكانة المتفوق ولكن ليس بالمجهود الحقيقي. من الصعب أن تكون هناك ضوابط، ولكن إذا كانت لديهم الرغبة بالفعل أن تكون هناك ضوابط داخل التعليم العالي، فلتكن القدرات الشخصية والقدرات الذهنية الحقيقية، ويكون الامتحان هو مكمل لأجزاء أخرى، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا وبالفعل قام بتطبيق التجربة اليابانية في مصر. نحتاج إلى أن تكون التجربة مكتملة، لا نأخذ منها الجزء في نظافة المدرسة وفي الأنشطة ونترك الجانب التعليمي والجانب التربوي والجانب العقلي والجانب النفسي. نحتاج إلى المنظومة متكاملة، الموضوع لا يتجزأ. نحتاج بالفعل إلى أن يكون هناك تركيز على القدرات الشخصية، الفروق الفردية، من يمكن أن يقدم لمصر ماذا. هذا هو المعيار الحقيقي الذي يمكن أن نعتمد عليه في الضوابط. أما الضوابط التي طالما وضعتها وزارة التعليم العالي كلها ترتبط إما بقدرات تعليمية أو الحصول على درجة ما في أحد المواد، وهذا يمكن الحصول عليه حتى بالحفظ، يعني الوسائل كثيرة جدا في الحصول للحصول على الدرجات. ازاي ممكن الدولة تقوم بخطوة استباقية لمكافحة تسريب الامتحانات في الأعوام القادمة؟ الأمر يحتاج إلى التقليل من رهبة الثانوية العامة والاقتياد إلى الكليات لكليات القمة. لابد من القضاء على غول الثانوية العامة، وأنها أصبحت هي المناصب الوحيد للطالب للخروج من
العملية التعليمية والوصول لمرحلة القمة. ده كان في سنة في مرحلة من المراحل كان كلية الطب ب 86%، لكن النهاردة هبقى ممكن 102% لا يلتحق بكلية الطب. الأمر يحتاج إلى أن يكون التعليم هو وسيلة لخدمة المجتمع، ليس مجرد الحصول على الألقاب، وأيضا أن تكون هناك ضوابط خاصة للجامعات الخاصة التي بالفعل أصبحت عبارة عن نهم ورغبة لدى الجميع في الحصول على المسميات والدرجات بالالتحاق بالجامعات الخاصة التي لا يمكن أن تكون على الإطلاق مثل التعليم الحكومي، لأنها في النهاية هي جامعات خاصة، حتى وإن كان الهدف المكتوب في أوراقها ومستنداتها أنها لا تهدف إلى الربح، ولكن الربح هو الهدف الأساسي للجامعات الخاصة والتعليم الخاص في مصر. إذن الموضوع يحتاج لتغيير كامل لمنظومة التعليم في مصر حتى يكون بالفعل شبابنا في خدمة المجتمع ويسعون دائما لخدمة المجتمع بما أثقلوه من تعليم وأفكار وخلافه. طيب مش هنروح بعيد عن الشق التعليمي، ولكن هنروح لنقطة أخرى بنتابعها من الصفحة 14، تقرير عن الحفل السنوي لتخريج الدفعة 36 من برنامج التدريب الاحترافي الذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات تحت عنوان صناعة بكرة مصر بعقول شبابها. يعني عايزين نعرف أهمية أهمية هذه البرامج في تنمية التدريب الاحترافي للشباب. هو البرنامج يكاد يكون دعوة لكل شاب إلى الاتجاه إلى الدورات التدريبية للحصول على كل ما يمكن أن ينميه ويطوره ويسابق الزمن ويسير روح العصر، واستخدام كل الوسائل التكنولوجية المتاحة من حوله، أو على الأقل التعرف على التقنيات الحديثة في مجتمعات أخرى لكي يتواكب ويمكن أن يطور من نفسه ولا يقف عند مرحلة معينة. وأعتقد أن ده مفروض جدا على كل شاب أن يطور من نفسه، أن ينظر إلى الأمام، فلا بد وأن كل دورة تدريبية سوف تنفعه في مرحلة من المراحل حتى لتثقيف الذات للتعامل فيها مع المجتمع ولا يكون منفصل عنها. كل هذه البرامج هي علوم جديدة وعلوم معرفية تنمي ثقته بنفسه، تنمي ذاته، بل يمكن أن يكون له قيمة مع المجتمع، بل يمكن أن تتصادف هذه البرامج ذات يوم مع فرصة كان يتمناها. لو لم تكن هذه الدورة التدريبية لما نال هذه الفرصة. يمكن دي النقطة اللي كنت هسأل حضرتك فيها، إزاي تكون هذه الدورات يعني وربما هذه التدريبات الاحترافية كما ذكر في الخبر وسيلة جاذبة لشبابنا إن هم يقبلوا على هذه التدريبات من خلال توفير فرصة عمل بعد انتهاء الدورة وخلافه بالتعاون مع الدولة؟ لابد أن يكون هناك لدى الشباب في البداية أمل. الأمل لا تنقطع، ولكن للأسف دعيني في بعض الشيء أن كل شاب يعتبر مصير جاره أو صديقه أو زميله أو أحد في الشارع الذي يقتله بيربط مصيره بنفس مصير الباحث عن عمل لم يجد عمل، طرق عدد من الأبواب ولم يكن له نصيب. لماذا لا يكون لدينا الأمل ونسعى دائما إلى أن نطور من أنفسنا، نسعى دائما إلى النظرة إلى الغد، نسعى دائما إلى أن نزيد لأنفسنا من علوم ومعرفة؟ كل هذه الوسائل وكل هذه الظروف يمكن أن تقودنا إلى صدف من وجهة نظرنا بنسميها صدف، ولكن هي في النهاية مساعي سعينا إلى أن نفتح طريق لأنفسنا، ولا بد أن يكلل بالنجاح في النهاية من الله. إذن الأمل عندما يختلط بالسعي بينتج شيء جميل جدا في إقبال على الحياة ورغبة في التطوير من الذات. يعني في النهاية بشكر الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف الأستاذ بشير عبد الرؤوف، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. كذلك مشاهدينا الشكر موصول لكم، وانتظرونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة والصحافة اليوم. إلى اللقاء.